ازيك صحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لكم النهارده فيديو جديد ولعبه جديده اسمها بالعربي الزوجه المختله. طبعا هو من نجاح لعبه وايف اند مذر ديت، نفس الشخصيه شبهها بالظبط، نفس كل حاجه بس الاسم مختلف والقصه كمان مختلفه. تعالوا مع بعض نشوف الزوجه المختله. طبعا زي ما انتم شايفين دي الواجهة الأساسية الرئيسية، ده اسمها اهو. هي اللعبة لسه جديدة، دي بداية اللعبة كده معانا. طبعا نفس الشخصية نفس الوش والشعر وعاملينه كأنها هي بتاعت وايف اند مذر. طبعا دي الأسرة برضو. دوت ابنها. طبعا لسه جايين البيت ده جديد زي برضو وايف اند مذر. طبعا دوت لسه بيحمل الحاجة، بيفضي العربية وينزل حاجة في البيت. هي راح طبعا تجيب حاجات من السوق زي ما انتم شايفين. انا اول مره العب اللعبه دي، لسه ايه لسه بشوف. طبعا البنت بتقول لها انت متجوزه ولا مش متجوزه؟ قالت لها لا متجوزه. وريتها الدبله. طبعا دي جارتهم. دي ما معرفش على مين، شكلها كده. كده اللعبة خلصت زي ما انتم شايفين، وهنستنى بقى التحديث الجديد. ودي كانت لعبة النهارده. استنونا في الفيديو اللي جاي على قناتكم بيست ماكس. زي ما انتم شايفين اجدد الالعاب، الألعاب الثورية زي وايف اند مذر وزي سمر تايم ساشا. استنونا في الفيديو اللي جاي. شكرا لكم على المشاهدة.